مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد على القناة. كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم ثلاثة ديال الوصفات، هاد لي شوسيت هادو، وغادي نشارك معكم كذلك لي ماغنوم مع لي بوب كيك. هاد الوصفة هادي ناجحة، إلا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع الأصدقاء ومع الأحباب ديالكم. راهم ساهلين بمكونات اللي هما بساطين، تفرحوا بهم الأبناء ديالكم. بالنسبة للوصفة الأولى غادي نحتاج فيها هاد العويدات هادو، ديجا انا سخنتهم وبركت عليهم باش ما يترسليش داك الكاطو ديالي. يعني هنا تقدروا اي كاطو تخدموه. عندي هنا الشكلاط ذوبته ونخليه يبرد. غادي نحتاج البنات هذوك العقيقات باش غندير التزيين، وكذلك غنحتاج الكاطو، يعني اي كاطو على حساب القياس ديالكم. بالنسبه كناخذ هذيك العويدات كنغطسهم في الشكلاط، عاده كندخلهم، خصكم تدخلوهم غير بشويه ولا تحلوها بشي موس هكا ولا، وديروه في الوسط ديالها كما كتشوفوا معايا، ولا فقط انكم تدخلوهم بحال لي بوب كيك، دخلوا غير الشكلاط في داك العميد ودخلوه بحر باش كييبس عليه، وكيجيكم ساهل فاش كتبغيو ديروا له التزيين، يعني ما كيبقى شاد بلاصتو ما كيتحركش نهائيا. المهم انا غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي. بالنسبه للشكلاط ضروري انكم تخليوه يبرد من بعد ما تذوبوه بحر باش ما ديروش دوكوش لهاد الشوسيت هادو. كما كتشوفوا معايا ها هو تقال دابا الشكلاط، وغادي نحطو من بعد فاش غندير لهم الشكلاط كما شفتوا معايا، غادي نحطهم فوق ورق الطبخ ولا فوق شي بلاستيكه الا ما توفرش عندكم ورق الطبخ على هذا الشكل هذا. يعني فاش كيبرد راه كيدير كوش كبيره، ما غاديش ديروا كوش وتعاودوا مره اخرى. هذه الطريقه هذه انا غادي نوريها لكم في لي بوب كيك، ولكن يستحسن انكم ديروا لها هكا، يعني طريقه اللي هي سهله وكيعطي منظر زوين بزاف. يعني تقدروا تعطيوهم للاطفال ديالكم، يديوهم معاهم لي زيكول ديالهم، تقدروا تقدموهم في اعياد الميلاد في المناسبات، كيجي الشكل ديالهم راقي. تقدروا ديروا شكلاط ابيض ولا تلونوا تنكهوا الشكلاط ديالكم ولا ديروا له الوان، راه كيجي زوين. انا فقط خديت هنا لون نفس اللون ديال الشكلاط ماغو، ودرت لهم التزيين على هذا الشكل هذا، وغادي نزوقهم بدوك الحبيبات ودوك القليبات ديالي. التزيين كيبقى لكم على حساب الاختيار، يعني الشكل ديالهم كما كتشوفوا معايا كيجي زوين. بالنسبه للوصفات بجوج لي بوب كيك ولي ماغنوم هما على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الكيكه، يعني على حساب الافراد اللي عندكم غناخذوا كيكه، وغادي ناخذوا هاد العميدات هادو اللي ديجا درناهم في دوك لي شوسيت. غناخذ هاد نتاع لا كلاص، وعندي نيسلي، عندي ملون غوز، وعندي خلاص هادو التزيين، وعندي هاد المول هذا ديال لا كلاص ولا غنديروا به هاد لي ماغنوم بالكيك. غادي ناخذ الكيكه ديالي، يعني انا هادي كيكه نكهتها بالشكلاط، وغادي نجمعها فقط بنيسلي. يعني تقدروا ديروا معاها الكونفيتور على حساب، الا كانت نورمال درتوها بالفاني تقدروا تنكهوها بالفخيز، تقدروا تنكهوها باي فريز عندكم ولا بشي سيروم ولا، وتجمعوا بها ولا بالشكلاط. انا درت هنا يعني نيسلي كيتواتى مع الشكلاط كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين. يعني يا اما غادي تخلطوها بيديكم يا اما ديروها في العجانه حتى المهم حتى تشد راسها مزيان كما كتشوفوا معايا، كتولي الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. يعني كتخدموا بها كتلعبوا بها كما بغيتوا. غادي ناخذهم، يعني الكويرات درتيهم 22 غرام ولا عينكم ميزانكم، وكناخذ دوك العويدات كنغطسهم في الشكلاط باش كنثبتهم باش فاش تبغيو ديروا لهم الشكلاط ما يطيحوا لكمش في البو ديال الشكلاط. يعني ضروري هذه الطريقه الوحيده باش كنثبتوا لي بوب كيك ديالنا على هاد الطريقه هادي. يعني راه الشكل ديالهم كيجي زوين والطريقه ديالهم كتكون سهله. بالنسبه لهاد الخليط اللي عطيتكم انا هو المعتمد عندي، وكيجي المذاق ديالو زوين واللي كلاه صراحه كيعجبو، داكشي علاش درتو. المهم يعني كيبقى الاختيار. بالنسبه لهاد لي ماغنوم ديال بالكيك درت فيه تقريبا الا لكم الاختيار من 32 34 على حساب المول ديالكم، فهمتي؟ يعني اللي بول اللي غادي ديروهم خصهم غير يكونوا متساويين باش يجيوكم قياس واحد كما كتشوفوا معايا 35 غرام صافي. وغادي نستمر كما كتشوفوا معايا كنثبتهم هكا مزيان في داك المول ديالهم، وغادي نحشيوهم في المجمد. كيجي الشكل ديالهم صراحه زوين، وما يعني اقتصاديين ما عندناش فيهم بزاف ديال
ديال المصاريف، من الاحسن اننا نديرهم في الدار. بالنسبه لذاك هذا المول هذا شريته ب 55 درهم للاشاره فقط، وغادي نشد دوك العميدات وغادي نبقى ندخلهم على هذا الشكل هذا ونثبتهم مزيان باش فاش يجمدوا ما يبقاوش يتفرتوا لكم. ضروري خصكم تثبتوهم مزيان، دركوا عليهم من الفوق عاد دخلوه هكا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. شدوا بواحد اليد واحد اليد دخلوا بها دوك العويدات. المهم على هذا الشكل هذا ضروري فاش تبغيو تدخلوه للكونجيلاتور، ماشي للثلاجه، للكونجيلاتور، غادي تلويو عليه بابي ديال الكوزينه هذا السلوفان، عاد دخلوه ولا شي بلاستيك اخرى. المهم من بعد ما جمد لي البوب كيك ديالي، جمدوا لي لي ماغنوم ديالي، خليت هذاك الشوكولات اللي فيهم مرتاح، هانتوما كيتحيدوا بكل سهوله، يعني ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت باش كيتحيدوا، وكيجي السطح ديالهم مسطح. كاينه واحد الطريقه اخرى تقدروا ديروا الشوكولات عاد ديروا هادو، ولكن هذه الطريقه سهله بزاف. بالنسبه للشوكولات كما قلت لكم قبيله، يا اما تخليوا الشوكولات يبرد مزيان، يا اما راكم غادي ديروا الكوش الاولى وغادي تعاودوا لا دوزيام كوش. دابا غادي ندوز باش نلون الشكلاط ديالي، يا اما هذه الطريقه بالنسبه للمبتدئين اللي ما كيعرفوش القياس ديال لا كولور باش ما تجيكمش مجهده بزاف، كتاخذوا واحد الاناء وكديروا فيه القياس وكتبقاو ديروا بشويه بشويه، فهمتوا؟ يعني كتشوفوا اللون، الا شفتوا اللون هذاك الشيء اللي بغيتو كتوقفوا، الا شفتوا اللون مازال ما حصلتوش على اللون داك الغوز اللي بغيتو كتزيدوا اللون كما كتشوفوا معايا. انا زدت دابا وغادي نزيد لا دوزيام لا ثوازيام فوا على هذا الشكل هذا، يعني خصكم تزيدوا بواحد الكميه اللي هي صغيره بزاف لحقاش كيعطي واحد اللون اللي هو فاقع. بالنسبه للكولوراسيون ديال الشوكولات راه خصوصا الشوكولات كدير 10 ديال الدراهم، يعني ما غالياش بزاف. دابا غادي ندوز باش نغطس لي بوب كيك ديالي. هانتوما كما كتشوفوا كيبانوا لكم شويه مازال خصهم الشوكولات، يعني الا بغيتو ما تعاودوهمش لا دوزيام كوش، ديروا غير واحد لاكوش، خليو الشوكولات يبرد واحد شويه، فاش كيبرد بحال اللي كيقصح شي شويه يعني فاش كتدخلوها كتعطيكم نيشان، كتعطيكم نفس. هانتوما انا عاودت لا دوزيام فوا فقط للاشاره. بالنسبه للطريقه السهله انكم تخليوه يبرد عاد غادي ديروه في الشكلاط ديالكم. انا هنا خلاص درت نص بالغوز ونص بالشكلاط الابيض كما كتشوفوا معايا، وغادي ندير لهم التزيين بدوك العقيقات اللي شفتوا معايا فيهم الغوز والابيض والذهبي، كيجيو زوينين. داك الذهبي غنديروا الابيض، ودوك اللي فيهم الغوز والفيولي والابيض غادي نديرهم الغوز. الطريقه ديالهم جد سهله، وكيعطي واحد المنظر راقي وكيحماقوا عليهم الصراحه الدراري الصغار. وهاد الطريقه جد سهله، راه ماشي صعيبه كما كتشوفوا معايا. الا بغى يخرج لكم العمود غادي تعاودوا غير تثبتوه شويه هكا صافي، وغادي يشد راسو، ما تخافوش منهم راهم ساهلين بزاف وكيجيو عاطين المنظر. والثمن ديالهم يطيح عليكم، يعني الثمن اللي ناقص بزاف باغابوغ الا شريتوهم ولا درتوهم كوموند، يعني يستحسن انكم ديرهم في الدار، يعني ما فيهمش بزاف ديال التماره. المهم غادي نستمر لي بوب كيك ديالي على هذا الشكل هذا، غادي نبقى نغطس في الشكلاط ها انتما كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلي حتى يبرد شويه وغادي نعاود لا دوزيام كوش. يعني بسهوله كيتهزوا معايا ها انتما فاش كتثبتوهم بداك الشكلاط. كما قلت لكم ضروري خصو يكون ماشي بحال هكا، هذا راه خفيف شويه، خصو يكون ثقيل شويه، في ساعه كيشدوا وما كيخرجوش من بلاصتهم، يعني واخا حتى لو كاع لا بغاو يخرجوا لكم غير ثبتوهم كيبقاو لاصقين. بالنسبه للي ماغنوم هذا هنا ما غاديش نعاود لهم لا دوزيام كوش، كما كتشوفوا معايا هو الشوكولاطه ديالي بدا كيجمد، يعني كيبرد شحال ما برد شحال ما كيعطيكم لاكوش غليظه شويه، ماشي بحال فاش كيكون جاري بزاف. المهم غنستمر في الغطس ديال لي ماغنوم ديالي بالكيك، كيجي المذاق ديالهم خطير، الدراري الصغار صراحه كاع بغاوهم. المهم من بعد ما بردوا لي شويه غادي ندير لهم التزيين بداك الغوز الفاقع، انا عجبني هاد لاكولور هادي مع لو تيم اللي اختارت هند العيد ميلادها، هاد الغوز هذا. المهم على هاد الشكل هذا كناخذ واحد البوش جوطابل وكنبقاو يعني التزيين كيبقى على حسابكم. بالنسبه لذاك الزائد اللي كتشوفوا هذاك من بعد ما
كيبرد لكم الماغنوم ديالكم، كتاخذوا واحد الكوتون اللي يكون ماضي ولا موس ولا شي سيزو ولا شي حاجه، وكتبقاو تحيدوا دوك الزائد، وكيجي الشكل ديالهم الصراحه زوين. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم انا درت لهم هذا الشكلاط هذا، وغادي ندير لهم هذه القليبات هذا. هذا هو الوتام اللي مشى لي مع جميع القطويات اللي درت، يعني درت هذا هاد القليبات هادو فيهم لوز والبيض والغوزانديان، كيجي زوين الشكل ديالهم. المهم على هاد الشكل هذا غادي نكمل لي ماغنوم ديالي تقريبا نفس الشكل اللي درت حتى لدوك لي بوب كيك، نفس التزيين، غير هو درت شويه بيض وشويه غوز. حتى هاد لي ماغنوم هادو اللي درنا لهم هاد لا كولور هادي غوز، حتى هما غادي ندير لهم تقريبا نفس التزيين، غير فحط ما ندير داك الغوز غادي ندير داك الابيض باش يعطيني واحد الديكور اللي يكون مختلف وكيجي زوين حتى هو بزاف. هانتوما كما كتشوفوا معايا كيعطي واحد الديكور اللي رائع. المهم كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال اعجابكم، ووصلت الى الاخير. إلا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع الأصدقاء ومع الأحباب، وما تنساوش الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.